ولينا كنهتموا بها اكثر حيت زعما كتحرك فيك شي حاجه، حيت واخا راه واخا زعما مراه ولكن راه بحالك بحال زعما الراجل، راه حتى حنا ولينا كنخدموا ولينا كنديروا زعما جميع الوظائف اللي كيديرهم الراجل. دونك عادي زعما روح وطنيه سيغتو فاش كتسمع المغرب راه كتحرك فيك شي حاجه. فعلا فعلا تبدلات. انا في الاول ما كنتش صراحه متبعه الكره بزاف، ولكن مؤخرا فاش المونديال بدا كيربح شويه بشويه مرحله بمرحله بديت كنتبعهم، بديت كنعرف اسماء اللعابه، يعني ما شاء الله يعني تطوروا ولاو ما شاء الله، يعني هاد المرحله اللي وصلوا لها في المونديال صراحه راه فخر لينا، وشحال هادي الصراحه ما فرحناش بهذه الفرحه هذه، ولكن الحمد لله. لان الرياضه كلها كيهتم بها الصغير والكبير والنساء، حتى هما كنشوفوا في كاس العالم كنشوفوا النساء وكيفاش خرج الشعب المغربي يحتفل، لا رجال لا نساء، كنشوفوا حنا كنا عائله واحده كتجمعنا رايه واحده، كيجمعنا شعارنا الوحيد الله الوطن الملك. كوم اون فام بيرسونيلمون ما كنتش كنتبع زعما نيوز تاع الكره بزاف، وما كنتش كنهتم بها كرياضه زعما، ماشي كهي كنقلل منها ولكن غير ما كنتش مهتمه بها، ولكن فسمعنا في 2022 باللي منتخب كان غادي يشارك صافي جيتي ان بو انتريسي، مي كوم ما كانش عندي توقعات كو كان غادي يوصل حتى للدومي فينال، مي باغ كونتر فاش دار داك لي ريزولطا اللي كنت فخوره بهم بزاف، وكنت كنحس بواحد الفخر ميم سي كو انا جو سي با انتريسي بالكره وما عارفاش القوانين تاعها ايتو، مي باغ كونتر حسيت بواحد الانتماء لذاك لو سبور و جيتي تري فيغت. ودابا دي فوا كنتبع المنتخب وعارفه بلي غادي يلعب دابا مع طنجه واحد تيم واحد البرازيل شي حاجه وديه، و جيسبيغ كو غيبقى يدير يحقق دي ريزولتا بحال هكا في لو فيتور. ميرسي. الكره كما قلت لك راه كانت غير مثال بسيط، غير مثال بسيط، كاين تغيير في المجتمع مي حنا ما كنشوفوش، والا ما كان ولا ما كنبغيوش نشوفوه، حنا كنحكموا عليه مسبقا. الا جيتي لقيتي بنت كتخدم تريسيانه ولا ميكانيسيان ولا هذا تلقى الدراري كيغوتوا، لا انت سيري قبل الكوزينه، انت سيري علاش اللي ما ديري الحلوه وعلاش اللي ما ديريش، الامور غير عقليه، مشكل كاين غير هنايا، كاين غير في العقل ديال الراجل والمراه حتى هي. هاد الامور راه حصلت في المجتمع باش تغيفليكتي ليها انه راه داك النقص راه هي السبب فيه، ماشي حتى الاخر، ماشي حتى العقليه الذكوريه هي السبب فيه. كتشوف العيالات كلشي يعني كلشي ولاو كيعرفوا في هادشي ديال الكره، ولاو كيتبعوا الكره فهمتيني، يعني كاس العالم خلى واحد سميتو في العيالات، يعني ولاو كيتبعوا الكره حيت الشيء اللي دار المنتخب راه بزاف العيالات كثر من سميتو، كثر من الدراري فهمتيني، كثر من الرجال فهمتيني، يعني ولاو كيخرجوا بزاف، كتلقاهم في القهاوي، كتلقاهم على برا، يعني ولاو كيفهموا في كوره فهمتيني.